السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه راح تكون خاصه بمؤسسه الشهداء. طبعا من بدايه الحلقه، اللي عنده استفسار او سؤال حول هذه المؤسسه او هناك اشكاليه معينه في جانب الكرخ، مؤسسه الشهداء في جانب الكرخ، ممكن يتصل على الارقام راح يكون اسفل الشاشه، سيد المخرج عرضناها عرضت الان، ممكن ان يتصل بينا، راح تكون اجابه فوريه من خلال ضيف حلقتنا اليوم. اذا حلقتنا حلقه خاصه بمؤسسه الشهداء جانب الكرخ. اذا كانت اسئله عامه تخص مؤسسه الشهداء فالاجابه موجوده، اذا كانت تخص المحافظات او جانب الرصافه فنعتذر كون ضيف حلقتنا مختص في جانب الكرخ. اذا نرحب اجمل ترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الاستاذ موفق الانباري، مدير علاقات واعلام مؤسسه الشهداء في جانب الكرخ. نرحب بك. اهلا بك استاذ، اهلا بك دكتور. انا اشرف فيكم واشرف بهذه القناه الرائعه لتقديم واتاحه الفرصه ان نقدر نوضح بعض المعلومات لعوائل الشهداء. احسنتم استاذ موفق. بكل تاكيد دائما احنا ما نطرح اسئله، السؤال الاول هو ان نعرف السيد الضيف، يعرف لنا ويعرف الساده المشاهدين حول عمل دائرته، حدود عمله وين يكون. نعم، مديريه الشهداء الكرخ احدى مديريات مؤسسه الشهداء. تعنى هاي المديرية بعوائل الشهداء وشهداء بالفئات الثلاثة اللي هي النظام البائد والحشد الشعبي وشهداء العمليات الإرهابية، وكذلك المصابين من الحشد الشعبي والعمليات الإرهابية. هذه ثلاث فئات. بالضبط ثلاث فئات. أكثر شيء هسه عندنا احنا في مديريتنا هي شهداء العمليات الإرهابية، لانه النظام البائد تقريبا اكثر من 90% استوفوا امتيازاتهم اخذوها، كذلك الحشد الشعبي، فبقت عندنا العمليات الارهابيه اللي لا زلنا لحد الان والحمد لله مشكورا رئيس المؤسسه، معالي رئيس المؤسسه، بالدعم القوي لهاي الشريحه، وكذلك ذهابه الى وزارة المالية وكثير من الوزارات اللي ان حقوقهم هي المفروض ان ناخذها حتى نقدر نقدمها لعوائل الشهداء. جميل، ممتاز، هذا شرح وافي عن ابشكا حسن. نعم، اتصال عندنا استاذ موفق حسن. نعم. من ذيقار. نعم، تفضل حسن. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام استاذ، من رخصتك انا اسال عن الاسرى مال 91 مال حرب الخليج. اسرى حرب الخليج؟ اي والله، مع ال 91 رفعنا معاملات في لحد الان رد، ماكو بعد ما ندري. هذا على السجناء مو تمام؟ اي جماعة رفحة. جماعة رفحة حسب لا لا اسير استاذ، اسير مرفحوي. اسير. الاسرى اهم مؤسسة السجناء. على السجناء. انتم على مؤسسة السجناء مو شهداء. مشكور استاذ، حفظ الله. عفوا نعتذر حسن، شكرا على اتصالك. معذور حفظ الله. لا عفوا، على راسي. أعود أكرر بأنه مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم هي حلقة خاصة بمؤسسة الشهداء وخاصة في جانب الكرخ، وضيف حلقتنا والأستاذ موفق الأنباري، مدير علاقات وإعلام مؤسسة الشهداء جانب الكرخ. ومن لديه سؤال أو استفسار عام حول مؤسسة الشهداء راح يكون الإجابة إن شاء الله موجودة، وإذا كان سؤال عن عمل او معامله خاصه في جانب الكرخ احنا ان شاء الله نكون بخدمتكم، نستقبل اتصالاتكم. عند اتصال قطع. جيد، اذا استاذ موفق، انا هسه بما انه تفضلت قلت بانه شهداء النظام السابق وايضا الجيش والحشد، عفوا الحشد الشعبي، تقريبا استكملت بالنسبة لضحايا الإرهاب يعني. نعم. البعض يمكن ما مروج ممكن معاملة، أو مثلا غايب عندنا ترويج المعاملة. الآن إذا يريد يروج معاملة، نعم، ما هي الآلية؟ بالنسبة للشهيد
عائلة ذوي الشهيد اللي يردون يقدمون أو يروجون معاملة يجون إلى المديرية حسب الرقعة الجغرافية بالضبط ومكان الاستشهاد يجيب المستمسكات اللي عنده ويجيب شنو يثبت بأنه هو تعرض لعمل إرهابي أما مجلس تحقيقي مركز شرطة مصدق وكذلك شهادة وفاة راح تنكتب طلق ناري أو عمل إرهابي أو تفجير أو كذا من هال يجي للمؤسسة احنا نقدم له كتب نخاطب بها هذه الجهات اللي ذات العلاقة اللي إلها علاقة بالمعلومات اللي احنا نريد نجمعها حتى نرفعها إلى القاضي ومن ثم قصدك صحة الصدور؟ لا مو صحة الصدور أول مرة نسأل كتاب إلى مركز الشرطة نطلب بيه أوراق تحقيقية مصدقة ونطلب كذلك من الصحة صحة صدور شهادة الوفاة و اعلامنا طبعا بكتاب سري هاي تجي وقسام شرعي وصوره قيد وفاه هاي كامله دني كل الامور من تجينا تنجمع ندز بهن صحه الصدور تجي صحه الصدور هاي جت تتاخر واحنا احنا مش حسب البريد استاذ احنا نطلب الكتاب مالنا بنفس اللحظه زين يعني اللي يجي يقدم يقول انا اريد اقدم مجرد ان يستكمل اوراقه ياخذ كتب خلال اقل من نص ساعه ياخذ كتابه ياخذه باليد زين بس يجينا بالبريد فاذا التاخير مو يعني يصير بالبريد واضح زين فاذا اجى بالبريد بسرعه تنجمع الامور كليتها راح تندز وين تندز بعد ما نستكمل هاي الاوراق التدقيقيه ونتاكد منها وتحري يصير بها ايضا ترفع الى اللجان الفرعيه اللي موجوده في دار الضحايا الارهاب حتى القاضي يبت بها هاي راسها قاضي اللجان الفرعيه بس هاي العفو قبل اللجان الفرعيه تندز موقف امني ومساله وعداله وهسه بالاخير ضافوا جهاز المخابرات والاستخبارات يتحرون عن الاسم ويتحرون عن الشهيد صحيح بانه هذا مستشهد به شي حدث لو لا خاف يكون ارهابي او خاف يكون او تعرض مثلا لحادث مو حادث ارهابي تجيره بالنسبه بالضبط فهاي كلها تتاكد تستكمل الاوراق وترفع الى اللجنه الفرعيه حتى يبتون بها. جيد بما انه يعني انت قلت يتاكدون من الشخص من هذا الشيء شنو يعني صادفتني في فتره من الفترات بانه سمعت معلومه بان مؤسسه الشهداء اكتشفت الاف من المعاملات المزوره ان كان هم ارهابيين سميوا تم تسميتهم بانه هم شهداء وتم تحفظ على كثير من المعاملات. استاذ هذه صارت فقط في مديريه شهداء الانبار. احنا هنا تطلع حالات حالتين ثلاثه يعني الالاف هاي المؤلفه لازم تطلع اكو فد حاله او حالتين. طبعا هاي مو احنا نبت بيها هاي الجهات الامنيه والجهات القضائيه. بالضبط الجهات الامنيه اول مره هي تثبت بهذا الموضوع بان هذا الشخص صحيح شهيد او لا. بعد ما تروح مساءلة وعدالة وجهة أمنية موقف أمني وبعدين مخابرات واستخبارات ورا ما تستكمل هاي الأوراق كلها ترفع يصير بها ترفع للقاضي ورا ما يصدر بها قرار ترجع للمديرية مرة الأخ ينطي بها باركود اللي هو الباركود الخاص بهذا الشهيد وترفع للتقاعد. وعلى تبعات قانونية بالنسبة للمزور أو المزور طبعا 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 الجهة عندنا دائرة قانونية هي تتكفل بهاي الأمور اللي المزور مقدم اوراق تزوير هذا 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 تدري ايش قد يزاحم عائله الشهيد اللي تقدم لانه برهابي ويس بالضبط يعني يزاحم ياخر صح. معاملته لانه هذا كله تدقيق وكله اوراق ووارد وصادر وكتاب رسمي فهذا كل يسبب لنا فد ارباك بالعمل حق احسنت صح. مصطفى من الديار السلام عليكم مصطفى الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته مصطفى. لك دكتور أبو ميار حربي. حبيبي تفضل. ويا ضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك. خدمتكم خدمتكم حبيبي. الله يبارك فيكم، أنا هو سؤال عام يعني. تفضل. سؤال عام. قضية المفقودين يعني وإحنا ما صدر عنهم، هل يعتبرون شهداء اللي صدر عليه بعد يعني مرور 5 سنوات؟ أصدر القاضي يعني عمي يعني مفقود يعني أصدر القاضي باعتبار متوفي يعني أخذوه جهات وماكو ما يعرف يعني هذا يا سنة
سنة 2015. اها. اي اخذوه جهاز بعد صدر قرار سنة 2021 يعتبر متوفر. على المستشفيات والسجون المركزية عن طريق المتواضعين العليا لحقوق الإنسان وماكو شيء حد يعرفه ده القاضي باعتبار أن حولت الأوراق مالته عن طريق المحامي إلى مؤسسة الشهداء يعني يعتبر شهيد بهالهذا يعني ينحسب شهيد حسب القانون لمؤسسة الشهداء. جيد أستاذ موفق وياك راح يكون. تفضل أستاذ موفق. نعم. السلام عليكم أستاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. بالنسبة لموضوع المفقودين هاي المواضيع يبت بها القضاة، قاضي اللجنة الفرعية وبعدها وبعدين قاضي المحكمة. قاضي اللجنة الفرعية يدز تحري عن الموضوع هذا ويتأكد إذا كان شهيد المفقود صحيح مفقود ضمن مقابر جماعية ضمن عمل إرهابي، هاي كلها يبت بها قاضي المحكمة الفرعية. هو صدر قانون يعني كتاب يعتبر متوفي يعني هم اهله وشواهد وما ادري شنو بالضبط هذا انت وفيته بالمحكمه بالمحكمه الاعتياديه. احنا عندنا قضاة باللجان الفرعيه، هذول القضاة هم اللي راح يبتون بالموضوع يعتبروا شهيد ام لا. انت مجرد وفيته لانه هو كان مفقود صح، انت وفيته حتى تقدر تاخذ حقوقه او تقدر مثلا تطلع قسام شرعي، بس موضوع نعم بالضبط، بس موضوع الشهيد او لا هاي تبقى قرار قاضي، قرار قاضي اللجنة الفرعية. قرار قاضي بالمحافظة اللي صارت بها. بالضبط بالضبط. بارك الله بكم. أول شكرا لك مصطفى، شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يحييك. طبعا يمكن أعتقد هذا القرار القانون قديم يعني بأنه إذا 5 سنوات ما يعتبر متوفي. يعتبر متوفي. يعتبر متوفي هذا. هذا هو يعني ما مفعله أصلا يعني. اي ما يخالف، بس مو هذه هسه تدري تصارت يعني الاحداث هوايه اللي صارت ويعني قامت تطلع لنا اشياء احنا حتى ما سامعين بها قبل ولا نعرفها، فهذه صارت يعني بها مواضيع يبت بها القضاة احسن. جميل. احسن يعني حتى تصير المؤسسه تخلي مسؤوليتها. صحيح صحيح. تحدثنا عن ترويج المعاملات، عمليه شهداء. نعم. المصابين كذلك؟ المصابين كذلك. ينحال الى لجنه، يجيب لنا اوراق من اللجنه طبعا واحنا ندز بها صح الصدور ونعرف نسبه العجز مالته ايش قد وعلى اساسها ياخذ يقاضي الراتب. جميل. شنو نسب العجز يعني هذا شنو الحقوق هذا شنو الحقوق؟ هي الحقوق اختلاف بالراتب. بالراتب من 35% فما فوق، واكو قسم تصير عندهم تفاقم 30 و35 30 عفوا قسم تصير عندهم تفاقم حاله. هذا مرت الاخ يجي المؤسسه ياخذ كتاب نحيله الى لجان خاصه مختصه هي بهاي الامور تبين تفاقم الحالة مالته، وإذا كان عنده تفاقم حالة يطلب نسبة عجز بيها يجينا بكتاب المؤسسة أيضا ويصير بها اتخاذ إجراء آخر نخاطب بها التقاعد. جميل. يعني إيش قد راتب ال 30 بالنسبة 30 تقريبا التقاعدي؟ أعتقد هو اللي النسبة أقل شيء ل 400 يعني 400,000 اللي هو راتب ال لا العفو 350 هيك تطلع. أه. 350 نعم. والاعلى وتصعد 1,200,000 بعد ممكن. تصعد بالضبط هذا اللي 100% 100% 1,200,000. جميل جميل. الكثير من الناس بصراحه انتقدت المؤسسه، السبب يقول ما محونا لا قطعه ارض ولا البدل النقدي، وهذا طبعا تساؤل في كل حلقه تصير كل مؤسسات كل دوائر المؤسسه. أحسنت. بالضبط. فهاي المشكله شنو الحل مالتها؟ هسه انا راح احكي على اولا قطعه الارض المفروض ان تمنح للشهداء وايضا الجرحى. الجرحى بالضبط والمصابين كلهم. قطعه الارض يعني المحافظات اكثرها اخذت قطع اراضي. ذوي الشهداء اخذوا اكثرهم اخذوا قطع اراضي، يعني معظمهم هسه اخر شيء اتذكر يمكن شمال البصره وذي قار هسه اخر شيء يعني اخذوا. يعني انجزت. انجزت تقريبا بس يعني مستمره هي حسب يعني تدري المحافظ والعلاقات بين المحافظ والمؤسسه والاجراءات اللي تصير بها والمحافظ. نعم. يوفر قطع اراضي حتى مخصصه لعوائل الشهداء. بالنسبه عفوا محافظاتك استاذ موفق. نعم. هسه المحافظات نقول بنسبة عالية انجزت. نعم. خلينا نسمع ابو البصر شو يقول خابرني حتى ما اقطع كلامه. نعم. واتصاله. نعم. محمد من البصرة تفضل. السلام عليكم. شلون استاذ حاج؟ عمري يا حبيب قلبي كل هلا. ممكن استفسار من الاستاذ؟ صار حبوب تؤمر تفضل.
احنا صرفت لنا بطاقة ذكية يعني مع راتب، استلمنا راتب هاي شهرين. نعم. لو الشهداء من التسعينات يعني من زمن النظام البائد. نعم. بس ما ادري يعني فروقات لحد الان ماكو، ما يعني ما ادري لحد الان ماكو. صدمه. فما ادري جناب الاستاذ زينور يعني تصير تنصرف يعني بس راتب. بس العفو فئة الشهيد مالتك شهيد نظام بائد لو ارهاب لو نظام بائد. نعم. الفروقات ليش شنو هي الفروقات اللي تقصدها تمام مستلم؟ يعني هو كان موظف لو كاسب؟ كان موظف لو كاسب استاذ محمد؟ لا لا هو من زمن نظام البعض قبض على القوات الامنيه و موظف لو كاسب؟ موظف لو كاسب؟ لا لا هو مو موظف عشان عسكري. عسكري عسكري بس هو استلم يعني قلت لك احنا انصرفت لنا بطاقه ذكيه وراتب استلمنا. يعني لحد الان تستلم راتب؟ استلمنا راتب يعني شهر شهرين صار نستلم راتب بس الرواتب المتراكم ماكو. المتراكم بالنسبه للعسكري ياخذه من دائره المحاربين القدامى، يقدم طلب ياخذه عن طريق دائره المحاربين القدامى لانه عسكري. مو عسكري مو عسكري مو على العسكري، هو على مؤسسه الشهداء. نعم نعم استاذ اعرف انا دائره مو تهمت. عسكري هو مو عسكري على مؤسسه الشهداء. هو لانه صار شيء لانه استشهد صار على مؤسسه الشهداء، بس اكو قواعد بيانات موجوده بدائره المحاربين القدامى يقدر يراجع هناك ويعرف ياخذ المتراكم مالته اللي يستحقه، يعني حال حال اكو قسم ضباط كانوا يعني تم اعدامهم بالضبط، فذولا يراجعون اهاليتهم ذويهم يراجعون دائره المحاربين القدامى يطلع على الراتب مالته وياخذ لي هذا المتراكم بالنسبه للعسكري، بالنسبه للمدني بهيئه التقاعد الوطنيه. واضحه الفكره محمد؟ شكرا شكرا عمر 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 على راسي كل الهلبة كل الهلبة. العسكريين اكثرهم دارة المحاربين القدامى، قسم مفوضين قسم ضباط قسم كذا، فيراجع دارة المحاربين القدامى تحتسب له وتنرف على اوراق مالته الهيئه التقاعد الوطنيه يصرفوا له. جيد ممتاز. هسه نرجع لموضوع القطاع الاراضي. قطاع الاراضي حلينا قضيه المحافظات قلنا يعني تقريبا محلولة بالنسبه لمحافظه بغداد يعني الى حد يمكن بالشهر الثامن لو بالتاسع معالي رئيس المؤسسه وجه كتاب يعني باسمه الى محافظ بغداد لغرض منح ذوي الشهداء قطع اراضي سكنيه. واحنا بمتابعه حثيثه من عندنا ومستمرين نبحث في مناطق جيده تليق بعائله الشهيد لانه هي هذا ابسط شيء نقدر نقدم لهم اياه احنا. فعني اني عضو بلجنه استحصال الاراضي راجعت الى بلديه التاجيات والحماميات والتاجي وسبع البور ورحت الى بلديه ابو غريب بغيه استحصال هذه قطع الاراضي. بعض البلديات يعني قالت ان شاء الله نحاول ان نلقى لكم، طبعا تدري هاي بها مخاطبات صحيح. وزاره الماليه ودائره الاثار والنفط وخاف اكو انبوبه كلهم ذني يعني بشرونا بخير ان شاء الله واحنا دا ننتظر يعني والاجراء ما متوقفين احنا مستمرين. جيد هسه بعدين نرجع للبدل النقدي باتجاه القطاع الاراضي لكن بس من ناخذ اتصال من ابو هاشم من الديوانيه. السلام عليكم ابو هاشم. عليكم السلام ورحمه الله، شلونك استاذ؟ عمرك كل الهلا بك. بالنسبه للعموم قطع الاراضي احنا محافظه الديوانيه. بل مو بالمركز بالاقضيه القضاء عفك تحديدا هيك شيء. زين. اي مات عندنا تقريبا بال 300 400 شهيد او 300 تقريبا بالضبط مات لحد الان كل شيء مات. نسال يوم وين اروح للبلديه انا اسال ومقدمين ومكملين وماكو ما نعرف النتيجه شنو هي. اراضي ما عندنا تخصيص ماكو الوضع هاي اللي وعدونا به صار هاي من 2014 هاي الشهداء كلها وجرت لحد الان وماكو فايده. هاي الشهداء جدا هاي من 2014 وجايه ضحايا ارهاب يعني ضحايا ارهاب. لا حشد وجيش يعني حشد وجيش ما حشد وجيش يعني حتى حشد يقول لك اي جيش وحشد. مو انا قلت لك ما استكملت 100% يعني مو كل المحافظات يعني قلت لك تبقى حتى المحافظ يخصص قطع اراضي بمناطق جيده، يجوز اكو مكانات غير جيده المحافظ ما ينطيها. ينتظر تتوفر فقط قطع اراضي جيده حتى تليق بذوي الشهداء حتى يقدر يقدمها لهم.
جيل هسه الدولة مثلا الدولة ليش ما توفر مثلا فلوس هسه لا مثلا ما عندها هسه راح نحكي بيها هسه راح نحكي بيها ابو هاشم ان شاء الله صار خدمتك هسه راح نحكي بيها ان شاء الله هذا الموضوع ممنون شكرا ابو هاشم نبدا من حيث انت ابو هاشم البدل النقدي البدل النقدي مخاطبات كثيرة إلى وزارة المالية لغرض صرف تخصيصات لغرض صرف بدل نقدي لعوائل الشهداء وزارة المالية على ما أعتقد يعني أنا لأنه طاقم 3 تريليون دينار مو أعتقد هيك لا ما أعتقد هيك رقم أقل يعني إن شاء الله ننتظر الموازنة يعني ننتظر الموازنة علو عسى الله سبحانه وتعالى وأنا حتى سألت على يلطف بهالعوائل هاي إي والله حتى يقدرون يأخذون وإلا معالي رئيس المؤسسة ما مقصر أمانة الله يعني أمانة ولا تملقا بأنه الرجل يعني ديسعى بكل الجهود بكل إلى حد البارحة هو كان بلقاء مع سطيف وزير المالية ويبحث عن هاي الأمور يبحث عنها البارحة يلا زين هسه حسب ما نسمع من خلال وسائل الإعلام يقولون بأنه هاي الميزانية هاي السنة من أكبر الميزانيات إن شاء الله حتى الناس تأخذ حقوقها لأنه إحنا يعني قلت لك دكتور ما عندنا فتشي نقدمه إحنا العوائل الشهداء اللي يليق بيهم وهاي ناس نطى الدم نطى الدم لازم إنجازيها وهذا الشيء بسيط طبعا ولا والدولة ما تفضله بالضبط ولو مهم إحنا ما نقعد هاي قاعدة أبو رضا من كربلاء السلام عليكم أبو رضا عليكم ورحمة الله رحمة الله وبركاته وسهلا بك أبو رضا تفضل احنا من الشهداء نظام البايت نعم هم تقطع على الاراضي هم هنا ماكو يعني انتم نظام البايت وما مستلمين؟ بلي اي والله ما اعطاكم بدل نقدي مقابله؟ ماكو بدل نقدي 82 استلمتوا؟ لا لا شقه لا لا ماكو مزيدة الشقه يعني. قدمنا على القطع على الاراضي القطع على الاراضي لحد الان كل ما ابو رضا ابو رضا ابو رضا بلي اعطاكم 82 مليون؟ لا لا ما اعطوكم شقة اعطوكم شقة شقة لا لا كل شيء ما جيد تفضل بس التقاعد اخذناه احنا بس التقاعد فقط هسه انت يعني اذا تروج معامله مديري شهداء كربلاء على مود البدل النقدي ولا لا بدل النقدي هو ماكو لا استاذي الفاضل ماكو استاذي الفاضل هسه موجود ترويج معاملات للبدل النقدي لشهداء النظام البائد فهذه موجودة الدائرة الاقتصادية موجودة في مديريتك وتقدر تروج هناك معاملتك حتى تستلم بدل نقدي تقدمها وتنتظر إن شاء الله تنقر الموازنة حتى لم تصرفون بدل نقدي وش عجب لحد الآن ضحايا النظام البائد لا هو متاخر بالمعامله مالته اي ما مروجها ويا الناس اللي روجت زين اكو ناس لحد الان تقدم فهذا السبب اللي خلاه لحد الان يقول اني ما مستلم تمام تمام يعني انا حسب ما فهمت بين مؤسسه الشهداء اكو مبالغ اجت مال من الغذائي نعم وديطون على شكل اقساط يعني 10-10 يمكن هيك بالضبط هاي على مود ترضي اكثر مجموعه بالضبط يعني هسه احنا ليش مثلا انا اشيلها انطيها الدكتور حازم واحرم 8 عوائل 50 مليون مو هي اي بالضبط احرم 5 صحيح. عوائل صحيح فانطي على 10-10 حتى ارضيهم بينما تيجي تخصيصات ماليه حتى اكمل لهم الباقي بالضبط نفس الاليه اي بالضبط نفس الاليه بالضبط جيد اذا احنا البدل النقدي ومنتظرين قضيه موازنه بالضبط ان تغطي يعني عندكم يعني انتم مقدمين على موازنه تغطي كل التكاليف اللي عندكم ما اعتقد يعني حتى اذا حتى اذا تطرنج معين يعني اذا طونا نصها نعم الله وصلت للدرجه اي يعني مو لانه الشهداء هوايه وانا قلت لك دكتور احنا عندنا عدد شهداء خاصه مديري شهداء الكرخ صدق سؤال بالمناسبه يعني نعم. انتم الكرخ نعم او بعض المديريات انتم جد عندكم شهداء بالكرخ هاي راح نحكي على ضحايا الإرهاب الإرهاب فقط لأن إحنا قلت لك تقريبا نظام بائد وحشد مستكملين ضحايا الإرهاب ضحايا الإرهاب مديرية شهداء الكرخ أكثر مديرية بها شهداء شقد وصلنا تقريبا إلى 60 ألف شهيد الله أكبر
60,000 ضحايا ارهاب بس، ضحايا ارهاب فقط، هاي تفجيرات وكذا. ما عدا المصابين، ده احكي لك، ما عدا المصابين عندنا نظام بايد، عندنا حشد شعبي. فبس احنا اكثر شيء خاصه يعني حتى دورات الناس تزعل علينا من تشوف لود بالمديريه، لان العدد اللي عندنا هواي. مديريه شهداء مدينه الصدر عندهم تقريبا 9,000 وكسر، الرصافه 5,000 وكسر، بس مديريه شهداء الكرخ 60,000. عدد جدا مرعب. انت تدري استاذ دكتور، يعني تقريبا يراجعني يوميا من 400 الى 600 مراجع باليوم الواحد. باليوم الواحد كتب تأييد باليوم يصدر بحدود ال 150 كتاب تأييد، خاصة المدارس. استفسارات توصل الى 400 استفسار باليوم، احنا نسجلهم كلهم ذني. اي بدي كلها نسجلها، الاستفسارات نسجلها، الاجوبه على الاسئله نسجلها، كل هاي يعني فد ضغط كلش قوي. بالتاكيد 60,000 شهيد بس من ضحايا الارهاب. اي نعم. وبالتالي سجن الحوت مكتظ بالارهابيين ما حد يعدمهم. حسين علي من بغداد، السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام. شو صحتك؟ يا هلا بكل هلا. صوتك بده يقطع حسين، العفو مكان. عفو. تفضل حسين. بس غير مكانك ابو علي، قطع ما دا نسمع. العفو هو لازم يدفع يعني وصل 15,000 او الى هويه 15 او 25,000. فما اعتقد يعني هذا اصلا يعني موجود ضمن يعني الدستور، لان الدستور يقول لا تفرض رسوم الا بقانون. صح. فهذا يعني هم ذوي الشهداء وضحايا ومصابين، شلون تفرضون عليهم يعني؟ يعني هل تكون موازنه مؤسسه الشهداء من عوائل الشهداء المصابين؟ احنا عندنا فوق 60,000 او اكثر من 60,000 ارهابي موجود في سجون. صح. وياكلون ببلاش ويتنعمون ببلاش، وكو بهم حتى موبايلات وشي يريد يعني. موبايلات اصلا يمه كل شيء جاهز. يعني احنا تلفزيونات يمه. صحيح. يعني هذا يعني مو قانوني، يعني دستوريا مو قانوني، قانونيا مو قانوني، اضافه انسانيا مو قانوني. صح. فهذا اريد، هاي اول ملاحظه. الثانيه اريد، احنا مؤسسه الشهداء هي غير كون الحاضنه لعوائل الشهداء والمصابين. زين. خاصة من ضحايا الارهاب اللي قدموها واللي فتوى الجهاد والغيره والحج الشعبي وامورهم، يعني تعرفون اكثر عوائل الشهداء والمصابين حاليا يعني يتم يعني ابتزازهم لا اخلاقيا وماديا من حيث التقاعد العامه. يعني هذا مدير التقاعد العامه حاليا هو انسان موجود حتى مظل يعني هاي يعني سرقه القرن موجود اسمه. زين. وعنده مليارات الدينارات ياخذهن عن طريق المساومه والابتزاز لعوائل الشهداء والمصابين. يعني يطلبون تراكمات الى 50 مليون ياخذ 25 مليون. ماكوش حالات. الا تماسرت. نعم موجوده واحنا، وهذا رئيس مؤسسه الشهداء يعلم بالموضوع. بس احنا نريد اي اجراء. ماكو مؤسسه الشهداء. زين كيف انتم تكونون حاضنه اذا ما تدافعون عنه، خاصه بحق هؤلاء الفائزين؟ احنا نطالب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ان يشتف الفساد الموجود في هيئه التقاعد العامه، ياخذ ابتزاز حتى بالاعراف. عائله الشهيد، زوجه الشهيد، ام الشهيد، اخت الشهيد، ام الشهيد ايش كبرها يبتزوها اخلاقيا؟ يعني ام شهيد لا اله الا الله. زين. فهذا الموضوع يجب ان يكون على طاوله النقاش وطاوله مطالب مؤسسه الشهداء. يعني اذا مؤسسه الشهداء ما تروح والطالب، ليش اسمها مؤسسه الشهداء؟ احسنت. بس مناصب وبس. هذا ما ممكن اخواني الاعزاء. موضوع البدل النقدي، زين تتركون بدل النقدي، هو اسمه بدل نقدي للوحده السكنيه. زين عائله شهيد تحتوي على 9 و10، تعطيهم 10 ملايين، شو يسوي كل واحد مليون؟ وش يشتري بهذا؟ 50 مليون وين؟ وتعطيهم 10 ملايين وين؟ الله يحفظك. يعني وين 83 ضحايا نظام البايد اخذوها اشتروا لهم وحده سكنيه؟ زين انتم تعطين 10 ملايين، احنا ذوي الشهداء بينا 9. انا والدي شهيد، عندي 9 من ذوي الشهداء، تعطين كل واحد مليون و100؟ هاي شو يسوي بهذا؟ وين ال 50؟ وين هذا؟ فهذا ايضا ضد القانون، القانون قال بدل وحده سكنيه 50. ما قال ان توزعوها بالاقساط.
فهذا ما ممكن. انتم مكان ما تروح الداعب الا بحقوق بزياده الموازنه، تطلب بالاقل فديرات الى تريليون. زين انت تروح يعني قصط لي زين، احنا هسه بشهر 11 ايش باقى على نهايه السنه؟ هسه انت عندك 50 مليار باعتبار انه هذا القانون الامن الغذائي خصص لك 100 مليار. زين 50 مليار هسه و50 مليار عود على الموازنه مال 23. زين انت لحد ما صارف، زين اذا ما صرفت واجت نهايه السنه الماليه مو تقول لك رجعهن؟ صح. زين احنا ايش وقت العراق راح نصرفهن؟ انت راح تصرف لي 10 مليون ولحد الان انت بالشهيدين، بل عنده شهيدين في اكثر، زين الباقي ايش وقت تاخذ معلوماتهم؟ الجرحى ايش وقت تاخذ معلوماتهم؟ فهذا يا اخي لازم النظر يعني بهاي الامور. يعني احنا اعرف عن مؤسسه الشهداء عندها خبره بهذا الجانب، صار لها من 2006. ليش هاي الخربطه؟ ليش هاي التقاعدي يعني ما اعرف يتحكم مصير ذوي الشهداء؟ زين هذا لازم ان يكون له علاج. وبصراحه احنا عندنا تظاهره وحاليا هسه جاي ضاوع على صفحات مؤسسه قناديه الرحمه، ناس ناشرين انه راح يسوون مظاهره ضد التقاعد العام، لان وصلت الى مرحله ابتزاز بالاعراض وبالاموال ومحامين. يعني انا مدعو ست احلام نقيب المحامين، شنو هالمحامين ياخذون نص الاموال من عوائل الشهداء وابتزاز؟ شنو تعال تطلب 50 تطلب 25 مليون ولا 25 مليون؟ هو هذا المهنه، هذا شرف المهنه المحاماه اللي كانت تقود تظاهرات للشعوب وطلعها من حيث الظلمه، هسه صارت هي تبتز المواطن. فارجو انه تكون مؤسسه الشهداء داعمه لحقوق عوائل الشهداء، هي تكون حاضنه لكل فئات يعني الشرائح المجتمع من شهداء ضحايا النظام البائد، الحج الشعبي، ضحايا الاراب، مؤسسات الامنيه. لا احنا مو انتم تحتضنون العلمين، يحتضننا السمسار المعقب المحامي اللي ما يخاف الله، الموظفين ضعاف النفوس، خاصه هذا مدير التقاعد العام. فد انسان يجب ان يحال الى المحاسبه والقضاء. هذا انسان يعني جاي يعني متحامل كانه انسان يقول اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت، هذا جاع ثم شبع. تريليونات صندوق التقاعد وغيره لغيره. حاليا هاي عندك عوائل الشهداء المصابين، وروح اسال اي واحد، روح اوقف باب التقاعد وشوف المصايب. فبالتالي احنا مع صوت مؤسسه قناديل الرحمه، اذا ما يعدل اسلوبه مدير التقاعد العام بصراحه احنا راح نحشد عوائل الشهداء المصابين. ونريد مؤسسه الشهداء يكون لها موقف، ما يكون لها موقف صراحه احنا راح نحسبها مهمه ويا التقاعد العام. ما يوقف ويانا بنعتبره ضدنا. وهذا هسه حاليا الحكومه تقول اني المطلب الاول ان اجعل الشعب العراقي يرجع يحب العراق. زين من اولى من يحب العراق غير عوائل الشهداء المصابين اللي قدموا وثبتوا انهم يحبون العراق مع وجود هذا الفساد وهذا الدمار؟ المفروض مؤسسه الشهداء تبين بصوره واضحه. واكو قانون التضحيه، قانون تخليد التضحيه يقول يحق مؤسسه الشهداء ان ترفع دعاوي وبها عقوبات قانونيه. استناد قانون العقوبات العراقي بسجن لاي مسؤول، وهذا المسؤول مو فقط ياخر حقوق عوائل الشهداء وانما يبتزهم لا اخلاقيا ويبتزهم ايضا ماليا. الحكي هواي استاذنا العزيز، لكن انا اريد اجابه صريحه، ويا ريت يوصل لرئيس مؤسسه الشهداء، يا ريت يوصل رئيس الوزراء استاذ محمد شاع السودان، احنا نتامل به هواي بهذا الجانب، ويا ريت يباوع للاخوه هناك لابو التقاعد. زين هم نقطع هناك ويطرد هذا اياد محمود، يطرد هذا الانسان المبتز لعوائل الشهداء والمصابين. احسنت ابو علي، شكرا جزيلا لك. شكرا على كل ما طرحته، واكيد هذا نابع عن حقه كبيره بداخلك وداخل الكثير بخصوص التقاعد. اي فعلا يحكي حلقه قلب يعني، واصلا هو يمكن تحدث باكثر من ملف بمشكله، وهذا يمكن هو ما اعتقد يجي ملف واحد، لكن هذا الحرص النابع من مسؤوليه مواطن عراقي يتحدث. مو من يع الدولة، هذا حق من حقوقه. صح، وانا اتفق وياه بقضية التقاعد امانة يعني. نعم، مو مشكلة التقاعد، مو كل التهم كيلت لهم، لكن التقاعد الوحيدة الدائرة المتخوفة دائما ان تظهر للاعلام وما يسوي المقابلات. وما يسوي مقابلات. نعم. وحسب ما يقال بانه الرجل مع احترامي لمهنة مساعد مصور، كان مساعد مصور مو اختصاصه ان يكون مدير تقاعد، هذا بحث اخر يعني. الحق هيئه التقاعد الوطني توضح هل فعلا هو الرجل ما له علاقه بهيئه التقاعد الوطنيه،
يعني مو شخصية يعني مختص بهيئة التقاعد الوطنية، هاي يبقى رد من حق. هو الرجل يقول يعني حتى كان يحكي يقول على الابتزاز اللي دي يصير بالتقاعد، يعني هو كمدير دائرة المفروض هو يوبق او ينبه أكيد. او يتخذ اجراءات. بالاضافه الى ذلك احنا طبعا المؤسسه مخاطبه كذا مره، احنا نروح لجان، احنا من عندنا نروح يا ترى الناس تعبانه، ناس ما عندها اجور، ما عندها فلوس، هاي شغله المعقبين وما معقبين دا تاذي دا يعني توصل كلهم يعرفون يدرون كل زين، يعني مو غشيم يعني رئيس هيئه التقاعد الوطني ما يعرف. لا بالتاكيد. بالنسبه حكي على شغله الوصولات، وصولات وهويات، هويات ووصولات، ودي احكي يعني اذا ناخذ مبالغ اي مقابل وصل لكتاب التأييد او لهويه لعائله شهيد. هذه الامور كلية طبعا احنا اخذنا بها موافقه من وزاره الماليه بانه هذه المبالغ هي منكم واليكم. شلون؟ هذه المبالغ تجمع توزع على عوائل الشهداء المتعففين. اكو عوائل متعففه، اكو عوائل حالتها الماديه تعبانه، حالتهم المعيشيه صعبه، فهذه المبالغ موافقه معالي رئيس المؤسسه بين فتره وفتره يصرفها الى هاي العوائل عن طريق الشعب الاجتماعيه اللي موجوده بالمديريات، تطلع تتقصى عن العائله، تتاكد منها عائله فقيره ومحتاجه ان شاء الله مبلغ يعطوهم اياه. جد الرسوم تقريبا توصل اعلى رسم هو 15000 لهويه، اعلى رسم، اعلى رسم 15000 مره واحده تستقطع، تستقطع مره واحده، ها هي الهويه. من يستقطع مارتن لوخ من يجي ما راح نستقطع من عنده مال كتاب تأييد او كذا. كتاب التأييد 10000 والهويه 15. من يطلع الهويه بعد ما هي ما يدفع اي اي رسم، ما يدفع اي رسم، ما يدفع مجرد يبرز الهويه. زين هسه عندنا بعد هو مجموعه اسئله، بس خلينا ناخذ اتصال من ام فاطمه من دياله. السلام عليكم فاطمه. الو ام فاطمه. اي نعم تفضلي ام فاطمه. انا عندي مال شهداء ضحايا الارهاب. نعم. قصدي زوجي عنده عاطليه، فاشمعنى ربطوا ضحايا الارهاب بالعاطليه؟ شنو؟ عاطلين عن العمل. اي العاطلين يعني قطعوا، يقول لي اللي يعني ما يصير مزدوج، ما يصير عاطلين مزدوجه. انا متزوجه وزوجي عنده عاطل، انقطعوا بسبب ضحايا الارهاب. واضحه الفكره؟ اي زوجة يعني زوجة شهيد وزوجة ضحايا الارهاب. ام فاطمه، ام فاطمه يعني انت من مستشهد عندكم؟ انا والدي. والدك؟ اي نعم. وانت متزوجه فزوجك عنده رعايه. اي نعم. تمام؟ فوقفوه الراتب لو قطعوه. لا وقفوه، قال لي الا تتنازلين، رحت لمؤسسه الشهداء يقول لي لا تتنازلين. يعني مو تتنازل، اما يبقى راتب زوجك تستفادوا منه او يقطعون راتب الشهداء. اي فهو زوجي انظلم، يعني انا ما محصله من هي 170 وين في صيران. هو زوجها اصلا مو من ذوي الشهداء، ما له علاقه، بموضوعها. اي فيعني نريد تخاطبونا السوداني رحمه الاهل. احنا اكو كتاب يخص ذوي الشهداء، هو مو من ذوي الشهداء. احنا اللي ندري به اكو كتاب يعني صدر قبل فتره بانه خاطبنا به وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. بالنسبه لي نطلب من الله ومنكم ساعدونا، ما عنده راتب. ابقوا يانا فاطمه، ابقوا يانا. اللي دا ياخذ راتب مال اعانه اجتماعيه، مال رعايه اجتماعيه، يبقى راتب الشهيد وياه. يعني هسه هو يقول مو هو زوجها مو شهيد. يعني عفوا زوجها مو من ذوي الشهداء. بالضبط. اي ما لنا علاقه بهذا، هذا هو يقول بين زوجها ما لها علاقه. بلغيها. بالحال. لا اكو فد شيء يعني مستحيل، لان هو رجل ما له علاقه. ناخذ رقم تليفون ممكن اذا تتواصلون معه. اي اي عادي عادي. طبعا على دياله طبعا. اي نعم. هذا بعد يمكم انتم بعد. مو مشكله. لا حاضرين حاضرين. فاطمه عيوني لا تسجلي رقم تليفون. احنا نريد تفاطمونا نشوف هذا الموضوع. حتى اذا تريد تستفسر عن طريق خدمتكم واجبنا على دياله. شنو هذا؟ اكو نافذه اسمها خدمتكم واجبنا. نافذه. موجودة على موقع مديرية الشهداء ديالة، تدخلين عليها نافذة اسمها خدمتكم واجبنا، تكتبين لهم الشكوى مالتك والطلب مالتك، وخلال 24 ساعة يجيك الرد.
24 ساعة يجيك والله أنا ما أعرف وما أقدر أطلع بس هم كل الزوج مريض. لا العفو ستي الفاضلة، ستي الفاضلة عن طريق رسالة، رسالة ترسلين رسالة مو طلعين، تدزين شكواك برسالة إلى خدمتكم واجبنا ويجيك الرد خلال 24 ساعة. نعم يعني الرقم ما نلقاه. تدخلين على الفيسبوك مديرية الشهداء ديالة فيسبوك. إيه. راح يطلع اللوجو مال المؤسسه، هو هذا الموقع الرسمي مالهم. برقم تليفون لو بمراسله، رقم تليفون ومراسله. واضحه ام فاطمه؟ انا رقم اي انا مراسله والله ما عندي، بس اريد يعني رقم وانا ما يعني هنا 170 انتم تدرون بالحاله. لا لا هو هسه يقول لك استاذ موفق دا يقول لك خلال 24 ساعه يجيك الجواب. ما خير ان شاء الله. ان شاء الله. مدير الشهداء دياله مو اي مديريه الشهداء دياله النافذه اسمها خدمتكم واجبنا، خدمتكم واجبنا راح بيها رقم تليفون، دزين رساله على هذا الرقم التليفون راح خلال 24 ساعه يجيك الجواب. اي بس هو يعني العاطلين ما يحقون بالشهداء، يعني العاطلين ما له علاقه الزوج، هو قريب وما له علاقه باهلي. اي هو هسه يقول لك يعني هسه هم وين بده يقولوش؟ انا راجعتهم وسويت كتاب وكملت، يقول لي لو تنطين المتاخره لو تريدين نريد اللي يعني الضالات بني تتصرفين، انا زوجي هو مريض منين اجيب له المتاخرات؟ ام فاطمه عيني بدي اعرف رقم تليفونك في دول عينك فاطمه هذا يا ضرب بس تدين تليفون، بس تدين تليفون حتى الاخوه نبعثها عن طريق استاذ موفق. حاضر انا هم حاضر اقدر اتصل بدياله ونفتح. جزاك الله خير، جزاك الله خير ان شاء الله. شكرا ام فاطمه. دقيقتين بس، دقيقتين لك استاذ موفق، يعني بصراحه عندنا هواي اسئله لكن لك الدقيقتين. انا حاضر. احنا نطلب من عوالي الشهداء ان يتحملونا ويصبرون علينا شويه، لانه هذا الضغط اللي دا يصير عندنا ضغط مو قليل، ضغط كلش قوي. وطبعا اشراف مباشر من مدير المديريه استاذ كاظم الجبوري، وينزل الرجل في قاعه الاستعلامات يوجه موظفين وبنفس الوقت يستمع المشاكل المراجعين، وده يقدم كل اللي يقدر يقدمه الرجل والموظفين كذلك بدون استثناء، بدون استثناء المديرية مستنفرة بكل طاقاتها نازلة جوه في قاعة الاستعلامات، قاعة الاستعلامات عندنا كبيرة ده نقدر نستوعب ونقدر نكمل، يعني الحمد لله والشكر. اللي يجي بالثنتين الظهر يلقى القاعة فارغة. جميل ممتاز، هذا الشيء احنا نطلبه دائما يكون كل مؤسسات الدولة بهذا الاتجاه. لكن مر مرور سريع بخصوص نعم. أسئلة استاذ حسين علي من بغداد يقول التقاعد واشكاليات التقاعد ذكرناها، لكن نعم سؤال هو يخص المؤسسة، رئاسة المؤسسة نعم. ليش ما تتحول امور التقاعد واموال التقاعد الى مؤسسة الشهداء وهي تمنح التقاعد؟ ليش تصير اشكاليه بمؤسسه ثانيه منفصله تماما؟ هذا تدري هو عمل مركزي وهي مبالغ بالضبط، هي هذا عمل مركزي، هذا طبعا هاي امور دوله احنا ما نقدر ندخل بيها، وزاره الماليه تحول الى هيئه التقاعد، هيئه صلاحياتها ترفع اضباره، هذا يستحق هذا ما يستحق. زين نهايه السنه الماليه قربت ويقول هالمبالغ راح تتوزع وهماتين ترجع لخزينه الدوله؟ ما ترجع، احنا لازم تتوزع، هي نهايه سنه ماليه يعني جهد الامكان. احنا مديريه شهداء الكرخ صفرنا حساب. اه جيد. اي منحتوا؟ منحنا اعطينا الى ان خلصنا صفرنا حسابنا، هسه بعد باقي يمكن مديريه شهداء مدينه صدر باقي عندها شيء بسيط هم توزع للناس اللي مستحقه وتاخذ حقوقها باللي بالمتوفر طبعا. استاذ موفق الانباري مدير علاقات واعلام مدير شهداء الكرخ، شكرا لحضورك. شكرا لتعاونك الكبير. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام ختام الحلقه تقبل تحيات هذا البرنامج، وانا معد مقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعه 9 مساء، واعتقد راح تكون حلقاتنا حلقات خاصه بالجهد الخدمي التي تقيمه الان الدولة العراقية باتجاه خدمة المناطق المحتاجة فعلا للخدمة. أعتقد هذا راح يكون توجه حلقات القادمة، وراح نفتح هذا الملف، ملف الخدمي الكبير. مشاهدينا الكرام نلتقيكم بإذن تعالى، في أمان الله.